السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفو كيفاش نكريو واحد ستايل ديال واحد السيليل. شفنا مثلا كيفاش غادي نغيرو ستايل تاع السيليل انطلاقا من واحد الستايل ديجا مكري في البرنامج، بينما اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفو كيفاش نكريو حنا واحد ستايل انتانا، بمعنى نديرو لي حنا نوع الخط ونديرو الحجم الخط واللون الخلفية ونحددو البوردير وكاع دوك لي زوبسيون نقادو من حنا. اول حاجه غادي نمشي لهاد ستايل دو سولين. ابري تاعتنا هاد الستايل اللي ديجا مكاين اللي هما مكاين انطلاقا من برنامج مايكروسوفت اكسل، حنا غادي نتجهو لهاد نوفو ستايل. ثم غادي نسيو فورما. تلاحظوا بعد ما تنكليكو على فورما تيطلع لنا هاد الفنيتر نتاع فورما دو سولين. حنا غادي نسيو مثلا حنا هاد ستايل هذا غادي نغيرو ليه البوليس اللي هو الخط، نديرو فيه مثلا هاد الشكل هذا. حنا نستو مثلا نديرو حنا بهذا الشكل، ثم نديروه غرا ايطاليك ونديرو لهاد الحجم، واللون الكولور نديرو بهذا الشكل، او لا نشوفو شي لون اخر بهذا الشكل. نعم، حتى لهنا غيرنا النوع تاع الخط والكولور في هاد ستايل اللي بغينا نكريو. نجيو دابا نقادو ليه البوغدير. البوغدير غادي نشوفو واحد الاطلاله سريعه عليه، حيت حنا غادي نعاودو نشوفو مستقبلا ان شاء الله تعالى. نديرو ليه البوغتي مثلا بهذا الشكل هذا، ثم غادي نشوفو لي غومبليساج نديرو له هذا الشكل هذا. هاد لوبسيون هادو ماشي مطلوب تعرفهم دابا، حيت دابا تنشوفو واحد النظرة بسيطة ومن بعد غادي نتطرقو لهم بالتفاصيل. من بعد غادي كليكي اوكي، ثم غادي نعطي سميت ستايل. نعطي على سبيل المثال سميت ستايل هي جيتي تيزي بوان نت. ثم تنقول لها انا اش بنابليكي في هذا الستايل، واش ابليكير لا لينيومو او لا البوليس او لا البوردير او لا كل شيء. انا مثلا استدعوهم كلهم، من بعد نكليكي على اوكي. ثم غادي نتوجه عاوتاني لهذا الستايل، تلاحظوا انه افيش لنا هذا الستايل هذا. اذا نسيليكسيون انا مثلا هذا السوليل وبين بخاتيكي عليها او نطبق عليها داك الستايل اللي ديجا كريتو هنا. نمشي مثلا ستايل ثم ندير ستايل، تلاحظوا انه كريا لي هاد الستايل هذا على حسب داك الاختيار اللي او لا داك الشكل اللي درت لي انا. كتفيها مثلا انا هنا، نعم، وهاد الستايل هذا اللي كريت ممكن نعيط عليه في اي مرة في اي وقيتة بيت، وعلى عدد لي ستايل اللي بيت نفس تعتبر تاو ستايل بحال هاد لي ستايل اللي كاينين هنا. اذا هذه هي الطريقه كيفاش نكري ستايل نتاعي انا ونعيط عليه وقت ما بغيت وبالطريقه اللي بغيت، وممكن كيف ما قلنا نحدد في داك في هذا الستايل قال في هذا الستايل قال لي زوبسيون اللي بيتا ولا لي بروبريتي، نغير اللون الكولور الحجم النوع الخط لا طاي اتسيتيرا. وغادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس مقبل ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.